البرنامج المنوع. البرنامج المنوع. عيدكم مبارك. يرجع علينا سوا ونوفي صيامه.
احلى ايام يا مرحبا بهالعيد يا محلى ايام عسى علينا يعيد ونحمي الاعلام. اعزائي المشاهدين، العيد فرحه، العيد سعاده، العيد ابتسامه، العيد محبه، وبالمحبه نلتقي معاكم. غني يا دنيا غني، غني معانا، العيد جانا ونور سمانا، طير المحبة يرفرف علينا ونجم السعادة بخير لفانا. تسعد قلوبنا ونتغنى فيها، افرح بلدنا الله الله عليها، تسعد قلوبنا ونتغنى فيها، واحلى الاماني كل السعادة في قلوبنا زادت يوم الله عادة. واحلى الاماني كل السعادة وجانا ونور سمانا. غني يا غني يا غني غني معانا، العيد جانا ونور سمانا، غير المحبة يرفرف علينا، مثل السعادة بخير لفانا. الفرحة تمت تمت في عيد المحبة، والبهجة عمت عمت كل الأحبة، الفرحة تمت تمت بعيد المحبة، والبهجة عمت عمت كل الأحبة، وأحلى الأماني كل السعادة في قلوبنا زادت يوم الله عادة. وأحلى الأماني كل السعادة في قلوبنا زادت يوم الله عادة. العيد جانا ونور سمانا. أطفالنا أهم سعادتنا، أهم فرحة العيد، وعلشان نكمل سعادتهم لازم نحافظ عليهم وعلى حياتهم. وكلمة أقولها لكل السواق، اعتنوا بأطفالنا ولا تحولون سعادتهم لزعل، ولا تحولون فرحهم لحزن.
إن رضاء الجمهور غاية لا تدرك، وعلشان نثبت هذا تعالوا وياي خل نشوف المواقف اللي صارت عند بدالة التلفزيون. مد بيده قلم فار، دخل صور، أنا أسير وحدي، بيدي كتاب عربي، قلمي مبري. ألو تلفزيون؟ نعم يبا. من فضلك عطني المسؤول. المسؤول مسافر. انزين اللي تحته؟ اللي تحته هم مسافر. اللي تحته هم مسافر يبا. هاو انزين اللي تحته؟ اللي تحته معاك كلمي. نعم حضرتك المسؤول. نعم أمري. أقول الله يخليك، ليش ما تحطوا لنا فيلم عنتر وعبلة؟ حاضر يبا حاضر، فيلم عنتر وعبلة إن شاء الله إحنا في الخدمة، إن شاء الله ننزل لكم الفيلم في الفترة الصباحية أو في يوم الجمعة أو في أقرب وقت ممكن. بعد أمري. مشكور ما تقصر، بس إيش بس يبا؟ أقول يعني ياريت ما يحطوا لنا الفيلم الجديد قطيع بايخ، ياريت يحطون الفيلم اللي فيه عنتر الصجي. ألو التلفزيون، حق ليش تقطعون الرسوم المتحركة؟ تحطون لنا وايد مو شوية. انزين فهمت. ألو. نعم يبا. حبيبي لو سمحت ممكن أكلم المسؤول بليز؟ يعني لو سمحت لحظة. معاك كلم. نعم يبا. مساك الله بالخير يبا. أهلا أهلا مرحبا، من فضلك مين يتكلم؟ اللي يتكلم معاك مشاهد عادي. نعم نعم آمر. ما يأمر عليك عدو حبيبي، بس بغيت أكلمك أنا بالنسبة للأفلام اللي تحطونها هذه. خير خير تفضل آمر. يا أخوكم ترى ذبحتونا بالأفلام العربية البايخة هذه. إي والله يا كل دقيقة حاطين لنا فيلم عربي عتيج ما له معنى. يا حبيبي يا حبيبي حنا ناس نحب الأفلام الأجنبية، حنا ناس دارسين برا، ناس مثقفين، ورجاء رجاء لا تحطوا لنا الترجمة، ترى الكتابة ضايجنا. الله بالخير مزايد. يا هلا فيك في برنامجنا وعيدك مبارك. ساشم العايدين ان شاء الله. مزايد احنا ينالش من التلفزيون اولا علشان ندردش وياك، وثانيا علشان نوفر عليك الشاي والشربت هذا اذا بتقدمين لنا. نحب نسالك عن العيد قبل. ايام العيد ايش كثر كانت؟ ايام العيد والله يا بنتي صار له 7 ايام. الاول 7 ايام. ايه. لكن يا بنتي انت انا قاعده بطالعك مني وانت طلعتيني من التلفزيون. والله يا بنتي هم ما خلوا شيء ما سوى بس الموت اللي ما قدروا عليه، ولا انا قاعده اطلعش مني وطلعتيني من التلفزيون. قلت لك علشان اوفر عليك الشاي. اي بعد امي. ام زايد طول السبع ايام هذه اللي هي ايام العيد ايش كنت تسوون؟ سوي عرضات وطقطقات وزواير. أيه. في كل بيت ابد، كل يوم في بيت، كل يوم في بيت، لو ما تخلصها 7 ايام. ايه احنا كل يوم هالزواير في بيت وهالطقطقات والاناسات والحدوات والدنيا يعني والدوارف والقالب شيء ماشي. انزين يا ام زايد، الفن قبل ايش اللي يختلف عنه عن الفن الحين؟ لا فن الاول احسن يا بنتي. فن الاول ما عندنا الا الفن والسامر. أيه. هذا والحين. القديم مو بالحين يا هم هال العداني وما ادري شنو وهاليمني. أيه. احنا الاول هالفنون، الفنون والسامر، السامر كل عمره قديم، ذاك من ذاك اللي بشرونا بسته. انزل. مثل على ما قالوا الشباب الراس اللي يشيلهم البسته، ولا كله فنون وسامر.
على فلان وفلانتان وعلى البنت وعلى الولد وعلى راعي البيت. أي. يعني كل من على يعني على اهل البيت اللي انتم تغنون عنه على البيت القديم. اي انزين ام زايد، كم سنه صار لك بالفن؟ صار لي الله يطول عمرك 30 سنه وانا بالفن. 30 سنه؟ لا اله الا الله، بعد يمكن اكثر بعد. ما شاء الله. انزين ام زايد، الفنون اللي كنتوا تقدمونها بعيد رمضان والفنون اللي كنتوا تقدمونها بعيد الاضحى، وهل هي تختلف عن بعض؟ إيه برمضان الجلاعات. إنزين ممكن تسمعينا شيء منها؟ إن شاء الله على مرة. جلاعات يا بنتي هذه يعني نجمع فلوس حق رمضان وحق العيد. وطالبين الكريم خير ما نسوى عداها الله عليه. هذه اللي هي حق عيد رمضان، حق شعبان ورمضان. أي. وعيد رمضان. اي طيب، واللي حق عيد الاضحى؟ عيد الاضحى يطول عمرك العايده. اي نسمعها لو سمحتي. ويوي العايده ويوي العايده عيد رمضان كان عايده. ويا عيد لي مبارك على يديك العيون، يا عيد المبارك البيت وبو واخذي عندهم يا بنتي من هال. أيه. سوالف انت رايحه. ما تقصرين يوم زايد، واسفين اذا كنا ازعجناك، ويا هلا فيك في برنامجنا مره ثانيه، ومع السلامه. طيب وعيدك مبارك. للعايدين فايزين. تدري انا ما احب المقدمات وبدخل في الاسئله. وانت اللي ما تحبي المقدمات، انا بسالك اخبارك، نشاطك، ايش اخر انتاجك؟ اخر انتاج اللي هو مسلسل الحظ الملايين ستة. هذا صورته ولا؟ اي خلنا نسال الحين. انت اللي صدري يا لا للحين ما صورنا. بعد يعني؟ بعد العيد. طبعا اخر انتاج راح يكون هذا. ليش؟ لانه هذا؟ اي يلا موفق ان شاء الله. بغيت اسالك، الحفلة الأخيرة اللي قدمتها في بعض الصحف انتقدت النكت اللي قلتها، أو بعض النكت يعني قالت إن هي إن بعضها يعني نكتة واحدة. نكتة واحدة خلاص مثل ما تبي، كانت في غير محلها، فشنو ردك أو تعليقك على الموضوع؟ هو مو ذاك النقد فعلا اللي انكتب في مكانه، هو كل ما هنالك إني قلت عن عملية سكارة اثنين في النكتة نفسها. في شيء كلمة سكارة اثنين، ما احنا قاعدين نشوفهم بالافلام، قاعدين نشوفهم بالتمثيليات، وقاعد نسمعهم يعني. عشان ليش انا كويتي اني قلتها غير يعني عليان شايده، اما اللي يقولها من برا لا. ما تصور حليونا مثلا احمد غانم غيره اللي يقولون لك في حد سكران عدى من هنا، ما اعرف في حد حشاش عدى من ذاك، كله واحد يقولها، انا لا لان كويتي غير لازم في تيلي ما اشوف لها انا معنى يعني. حتى في مثلا في يعني مو شرط انك تكون كويتي، حتى في سهرات مثلا تمثيلات ممكن يطرح موضوع السكره. اقول لك يعني لا احنا الموضوع لا احنا عمان اللي داخل اللي تنقد، بس اما اللي برا لك لا كل واحدك مباح لهم. اخر انتاجك؟ اخر انتاجي سجلت مونولوج اسمه لو تكد الوحوش غير رزقك ما تحوش، اللي هو اذيع بالحفله. سجل اي اذيع بالحفله. اي لو ان محمد لويس، مو محمد لويس المونولوجيست، مطرب، شي غني لنا؟ يرد يغني مونولوج. لان انا في الحقيقه صوتي، شوف وايد ناس يقولون محمد اتجه انه يغني الاغنيه وما اعرف ايش. لا انا بالعكس ما اتجهت اغني، قال لي ايش حادك يا حادك يا المسمار، قال المطرقه، قال ايش حادك يا محمد، قال الالحان. انا مضطر لان الاغنيه كان هي صارت لا اخذت لحن المونولوج، فاضطريت انا اركض معاها، انما انا اغني لا، لان انا مو مطرب. انا امتى ما كان صوتي حلو واطرب ذيك الساعه اقول على نفسي مطرب، انما انا ادي بس. يا على بالي سؤال من خلال الكلام، ان المونولوجيست دائما تلاقي مثلا لبسه يختلف، حركاته يعني يرقص وشيء من هالنوع، كبوس. ايه اللي انت عارف يعني ايش معنى محمد لويس بالذات تلاقي يوقف كذي،
يعني شكله يعني يعطينا رسمي رسمي ايوه رسمي تجيل الولد تجيل ها انا ما انا هذه طبعا ما افتكر اغير رايي في شكلي في لباسي يعني لان المنولوج عباره عن يعني المنولوجست هو مواعظ هو انك تقول شيء فعلا نقد بناء يصاغ فيه لحن حلو خفيف في اداء سليم نظيف هي عشان يدخل اذن المستمع يتقبله انما كونه اني بلبس واتقلب على المسرح وارقص وما اذا هني امتى ما نقص عندي الكلام او النص القوي اذا المستمع هني ما راح يستمع للنص او الكلام اللي قاعد اقوله الحلو انا اذا بيضحك يضحك على الحركات اللي قاعد اعملها او اللباس او او شيء ترى والي برا الموضوع انا ما تجيل علي ما احب ما احبه حقي؟ لا انت مو محمد رويس انبلى هاي طالع التلفون كنا قميصك حقك وكاله مشكوره ايوه علشان مثل قميصه بس الو الو يا هلا محمد لويس اي نعم اخوي في معجبه ودها تكلمك حياها الله ايش عليكم الفنانين معجبات كلم اخوي كلم غصب عليك الو الو يا هلا لو سمحت ابيك تقول لي نكته من اللي تكلم بالله معجبه يا هلا فيك نكتب التليفون؟ إيه ما فيها شيء حاضر سمعي في واحد قصاب وعنده يارة ما يشوف عمي وكل يوم هذا يمر عليه يتلمس اللحم ذابحين انت اليوم عيل قال له حولا ذابحين انت اليوم بقرة قال له يا عمي فضحتنا ذابحين انت اليوم بعير أقول لك ملقوف كان يقوم هذا القصاب ويعصب يوم أقبل عليه هذا كان يقط فانيلته ويعطيه ظهره كان يقول أنت اليوم ذابحين حمار وابتلى بالحب بلوى قال بي للعرس حدوى وابتلى بالحب بلوى قال بي للعرس حدوى الزرافة شافته أرنب نبي قالت تغيرون بس أنا بي الزرافة شافته أرنب نبي قالت تغيرون بس أنا بي لازم إني أسعده وأعطف عليه رز وبيركم وسوي اليوم حدوة رز وبيركم وسوي اليوم حدوة الأرانب كلها طقت طبل والزرافة ترقصت فوق الحبل الأرانب كلها طقت طبل والزرافة ترقصت فوق الحبل والعزايم بالصواني تعتشل لو فار البرا ريح بقطوة I'm gonna make it.
بار البرار يحب قطوة. لو يحب البار قطوتنا ويبيها، لو تحبه وتحضنه ما بين يديها، لو يحب البار قطوتنا ويبيها، لو تحبه وتحضنه ما بين يديها، كان صارت خوش دنيا نعيش فيها. الكل من يدي بجيلي بالجار تلوى، كل من يدي بجيلي بالجار تلوى، اللي من يدلي بجلي بالجار دلوى، اللي من يدلي بجلي بالجار دلوى، والله الكل من يدلي بجلي بالجار دلوى، كل من يدلي بجلي بالجار دلوى، الكل من يدلي بجلي بالجار دلوى، اللي من يدب جليب الجار دلوى. تعالوا نرجع للماضي، الماضي اللي كان شعاره الحب والوفا، الماضي اللي كان فيه اليار أخو اليارة. تعالوا نشوف شلون كانوا أهلنا. يا عيون امك، يما وين ابوي؟ ابي اشوفه. بس يا بنيتي، ابوك بالغوص. بالغوص؟ ما يدري اني مريضه. شلون يروح؟ شلون يروح ويهدني؟ قصبا عليه، قصبا عليه يا بنيتي، مو بيده. يما انا مريضه. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا بنيتي، تحصنت عليك باسم اللي ما يخون امانته. ابي اشوف ابوي. لا حول الله ولا قوه الا بالله. شو اسوي يا ربي؟ شو اسوي وانا وحيده؟ وينك يا ابو حمد؟ وينك؟ محمد، أنا لازم أدش الغوص السنة، إن شاء الله الله يرزقني وأسدد ديوني.
بعدين يا ام حمد انا ماني هادج بروحك، انا هادج بامانه الله وبامانه هالريال الطيب يارنا ابو جاسم. يا حمد تعالي بنت اخوانك تعالوا، يبا شيلوا الاغراض وروحوا سبقوني على السيف. فما الله يا محمد فما الله. جاسم من هو؟ أنا بدريها يا خالد، يا يسأل عن نورة. حيات حيات ابنيتي. قوة خالتي. يا هلا. شلونك؟ هلا بدريها. وش دعوة خالتي؟ صار لكم أكثر من أسبوعين ما حد يشوفكم. نورة نورة صار لها 3 أيام ما رفعت راسها من الفراش. إيش فيها يا خالتي؟ مريضة؟ نورة نورة ايش فيها؟ وعليها مريضة؟ لا حول الله. تصدق يا يبا إذا شفت نورة الحين ما تعرفها، صايرة يلد وعظم. أفا زين محمد ما قالت لك شيء؟ الله يهديك يا يبا، انت ما تعرف خالته محمد ما تقول شيء، بس اللي شفته يا يبا ان حالتهم كثيفه وما تسر. افا يراني يصير فيهم كذي وانا راسي شم الهواء. يا جاسم جسوم جسوم تعال حاجك تعال زين يح جسوم انا شرب حاجك وثولي ثولك. انا كم مره قايل لك لا بغيت تسمع لا ترجع. طيب يا عامر وش معاي؟ وين يبا بتروحون؟ بنروح السوق بعد وين بنروح؟ اعطيني غترتي. سوق ايش حقات؟ ايش حق السوق يبا؟ نبي نشتري ماكنة حق خالتك ام حمد. الفلوس اللي اعطيتك اياهم امس للحين عندك؟ يبا بالسحارة. خوش شوفي يبا خذيهم ووديهم حق خالتك ام حمد مصرف وخرجية للعيد. يلا يبا مع السلامة. تمام. عسى الله يطول بعمرك يا يبا وعسى الله يخليك دخر لنا. يا ليت هالعادات ترد ويا ليت كل واحد فينا يحب الثاني. يا ناس حبوا بعضكم. صحيح لا قالوا ان الجنون فنون، وصاحبنا اللي راح نشوفه من شدة تولعه بالأغاني الغربية والموسيقى الغربية يحرص على ان يجمع اكبر عدد من الأغاني والأغاني الجديدة، وفي يوم من الايام كان أول مرة يسمع الأغنية هذه. تعالوا وياي نشوف السبب.
ان الجنود المشاهدين، في نهاية لقائنا معاكم نتمنى أنكم قضيتوا وقت ممتع مع برنامجنا، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وعساكم من عوادة، وعيدكم مبارك. يلعبون وبنيتنا يرقصون، اصبي النايل